يبدع الحرفي مصطفى كرزون في صناعة المنتجات المتنوعة من الخشب، ويطوعه بيديه ليحوله إلى قطع جميلة تستخدم لتعبئة الحلويات والمنتجات الغذائية وخاصة الألبان، إضافة للمناخل التراثية القديمة والغرابيل والمكاييل الخشبية التي يستخدمها أبناء الريف في إنتاجهم الزراعي وتسويقه. أنا بالنسبة للمهنة هي أباً عن جد، أنا هلأ لي تقريباً 50 سنة بهالمهنة. إجت الأزمة وصار في خراب، في دمار، والحمد لله رجعنا لمحلنا وظلحنا مراحل. بالبداية خشب بنشرحه، نوع الخشب جوز أو صفصاف أو كزبرينة هيك من هالشكل، بنشرحه بالمنشرة وبنجيبه لهون وأنا بصنعه. بنلف الخشب يدوي، في كهرباء، بس بقى هي قديما كانوا يستخدموها بدال الكهرباء، يطوا عليها، يلفوا عليها علب ويلفوا عليها بطارات. هي مهنة آبائنا وأجدادنا طبعا، والدي هو اللي علمنا هالمهنة هاي، ونحن يعني صلي أنا من طفولتي يعني أنا بشتغل مع والدي، علمت لابني يعني، وابني وأخوي هلا بشتغلوا بنفس المصلحة، تعلمنا هالمهنة هاي وما دمنا يعني مستمرين فيها. ونحن بنشتغل مجال المناخل والغرابيل تصنيع طبعا، ومنوزعهم هون بالأسواق في حلب في الجزيرة السورية.